نروح بقى للخبر الثاني واحنا لسه في النشاط الرياضي مع كابتن خالد العوضي ايضا مدير النشاط الرياضي للنادي الاهلي اللي عقد جلسه مع الاسباني فرناندو مونيز مونزو فرناندي مونزو المدير الفني الجديد لفريق الاول لكره الطائره رجال اللي وصل الى القاهره خلال الساعات الماضيه قبل ما يتسلم مهمه عمله في قياده الفريق بالموسم الجديد. طبعا شرح كابتن خالد العوضي خلال الجلسه دي مع المدير الفني الجديد لفريق كره الطائره استراتيجيه العمل بالنادي الاهلي والاهداف اللي بيتطلع ليها الفريق خلال الموسم اللي جاي والمنافسات من خلال او المنافسه. طبعا النادي لازم تكون على كل البطولات، انت داخل عايز تكسب كل حاجه، فبالتالي هو شدد عليه ان هو ثقته فيه كبيره جدا. مسؤوليه النادي الاهلي في قدره او الجهاز الفني والتاكيد على الدعم الكامل للفريق من اجل تحقيق اهدافه، واطمن طبعا المدرب الاسباني من كابتن خالد العوضي على كافه الترتيبات الخاصه بخطه الاستعداد للموسم الجديد. وقال المدير الفني الجديد للفريق الاول للكره الطايره قام بجولة كده في النادي الأهلي، يعني شهدت عقد جلسة مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي قبل تفقد دولاب البطولات وحمام السباحة والجيم. زي ما احنا شايفين كده هو معانا على الشاشة، هو الراجل بيتفرج على دولاب البطولات، طبعا حاجة عظيمة جدا، يمكن ده أكبر دولاب بطولات ممكن يشوفه في مصر، يعني دولاب بطولات النادي الأهلي ويمكن في أفريقيا ويمكن في الوطن العربي كمان، مفيش دولاب بطولات أكتر من دولاب بطولات النادي الأهلي لا في أفريقيا ولا في الوطن العربي. الراجل جاي يشتغل وفرقة الطايرة ليها تاريخ كبير، كابتن ميدو مصلحي المدير الفني السابق ليها كان ليه دور كبير جدا، عمل تاريخ كبير جدا لفرقه الطايره. والحقيقه ان الراجل ده عليه مسؤوليه كبيره لان الماسترز بياخدوا كل البطولات، يمكن ما حصلش دروب غير في اخر سنتين وكسبانين في كل مواسم في بطولات متاخده يعني، والموسم اللي فات تقريبا خدوا برده كل حاجه، فالماسترز فرقه قويه وكابتن ميدو مصلحي عمل تاريخ معاهم، فاي حد هيجي بعديه لازم يحافظ على التاريخ ده، واحنا كلنا ثقه طبعا في الراجل ده ان هو هيعمل معاهم حاجه كويسه ان شاء الله.